ويا ريتها ازمه كهرباء وبس، انما في خطر بيهدد حياه ملايين، مش بس ثلاثه اللي ماتوا، نقص الميه واللجوء الى تدوير مياه الصرف الصحي. مصر تعيد استخدام 26 بمناسبه الساحل السيسي لمحطه المحسمه منذ 4 سنوات. وزير الري هاني سويلم يقول ان انشاء المحطه يعد نقله نوعيه كبيره بمصر، مشيرا الى ان الدوله تعيد استخدام 26 مليار متر مكعب سنويا من تدوير المياه عده مرات داخل شبكه المجاري المائيه. يا ترى ابو الغيط اخباره ايه؟ يا ترى اسامه كمال؟ يا ترى الحمامصي ولميس الحديدي؟ ولا هيقولوا ميه الصرف احسن من الجوع؟ ولا هيقولوا تختاروا ميه الصرف ولا الاستقرار والفوضى؟ حد فيهم سأل السيسي بأي حق رحت مضيت اتفاقية الخرطوم لوحدك؟ حد فيهم يقدر يقول لي ايه هي محددات الامن القومي المصري؟ من يوم الاربع 23 يوليو 52 والعسكر هم اللي حددوا بس يعني ايه الامن القومي وسلامة حدود مصر بس. المدنيين يتكلموا ويعملوا، لكن العسكر هم اللي بيحددوا. لكن كل المعرضين دول هم مجرد بق لمؤسس نظرية الاختيارات العبقرية اللي أسسها السيسي من أول ما جه. أفكرك بالسيسي يا حضرات، عمل ثنائيات جميلة أو خيارات السيسي الصعبة اللي زانق الناس فيها، لمنها لكم كده وقدمناها لكم كده. احنا ما ناكلش، احنا ما ناكلش وهنبني بلدنا، انت فاهمه؟ اوعى تخافي، ولا حد يخاف، ولا حد يقدر، ما حدش يقدر. حاجه واحده بس، كون كده كده. يعني المصري عنده كرامه وعنده كبرياء وعنده عزه، والله لو نموت في نجوع ولا نفضل في حالنا المترددات تاني ابدا. لا احنا بنحرم نفسنا من اللقمه عشان نبني بلدنا. لو كان البنى والتنميه والتقدم تمن الجوع والحرمان، اوعى يا مصريين ما تقدموش. لا اقول كلام صعب يعني، خصموا من الوزارات كلها. اقول كلام اصعب، مش هنطلع علاوه دوريه السنه دي للموظفين في مصر. عايزين تبنوا بلادكم وتبقوا دوله ذات قيمه، ولا هندور على البطاطس، ولا هندور على البطاطس دكتور محمد. خيارات صعبه، كرامه ولا تبني بلدكم، جوع ولا تبني بلدكم، بطاطس ولا تبنوا بلدكم. هي خيارات السيسي كده. ويفضل الخيار الأصعب والأقدم، ديمقراطية وحرية ولا استقرار؟ إيه رأيك يا مواطن؟ ديمقراطية وحرية رأي والكلام الفارغ بتاع المدنيين دي، ولا استقرار؟ يبقى عندك حرية وتقول للظلم لا، ولا تستنى بقى الاستقرار والأمن وتتحمل؟